المؤتمر الدولي العام 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي بتستضيفه القاهرة. أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية إن الخطاب الديني تم اختطافه لعقود خلال السنوات الماضية، وتم استغلاله سياسياً بشكل سيء مخالف للقرآن والسنة في محاولة لتدمير الأوطان وتضليل الناس، مستغلين العاطفة الدينية لدى المسلمين لتحقيق أهداف سياسية ومصالح شخصية. ونوه إن إحنا بنعيش صحوة حالياً خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية بفعل القيادة الحكيمة للقيادات السياسية. لا شك أنه مؤتمر عظيم جداً في ظروف تحتاج إلى مثل هذا المؤتمر، ولا أجد أولى من هذه البلاد التي حظيت بعدد كبير من العلماء والمفكرين أفضل منهم في أن يؤدوا ما لديهم وما حصلوا عليه من العلم في أمور اجتهادية الناس في هذا الزمان في أمس الحاجة لها، سيما أن الخطاب الديني الذي هو مبني على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفق فهم السلف الصالح تم اختطافه لعدد من العقود السنوات الماضية، واستغل استغلالا يعني سياسيا وسيئا يخالف ما في القرآن الكريم نصا وما في السنة النبوية نصا وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، واستغلوا النصوص القرآن والسنة بلوي الأعناق حالة مرة وبمفهوم خاطئ مرة أخرى في محاولة لتدمير الأوطان ولتضليل الناس ولاستغلال العاطفة الدينية لدى جميع المسلمين للاستفادة من هذا الزخم من أجل تحقيق أهداف سياسية تخالف الأمر الرباني والأمر النبوي الشريف، وأيضا مصالح شخصية، أيضا أعمال يعني يستأجرون لأجلها باسم الدين. ولكن ولله الحمد هذه الصحوة التي نراها في هذه السنوات الأخيرة من قبل القيادات المباركة سواء في المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، أو في مصر العربية بقيادة الرجل البطل المجاهد عبد الفتاح السيسي الذي نقل مصر نقلات جبارة جدا جدا هي مثار إعجاب كل منصف وصادق ومتابع، وننتظر المزيد أيضا. وأتمنى من إخواني الشعب المصري أن ينتظروا ويتفائلوا، فالقادم في عهد هذا الرجل أكثر مما نراه، لأن طموحاته كبيرة جدا جدا لتحقيق رفاه أبناء مصر العربية الذين يستحقون كل خير وبركة. أما بالنسبة لهذا المؤتمر فهذا المؤتمر سيعالج محاور مهمة جدا جدا، وسيتم إن شاء الله تفعيلها بقيادة أخي وصديقي فضيلة الدكتور محمد، وهو لا شك حريص جدا على خدمة الإسلام والمسلمين، وينطلق منطلقات صادقة ومخلصة لأجل أن يقدم شيئا في هذه الدنيا لخدمة إخوانه وأبنائه في العالم الإسلامي وليس في مصر وحدها. الحقيقة مشاهدينا ربما كلمات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية هو يمكن تحدث بلسان كتير جدا مننا، حضراتكم شفتم طبعا التطورات اللي حصلت على مدار السنوات اللي فاتت واختطاف الخطاب الديني طبعا لتوجيهه لأغراض سياسية، طبعا دي دمرت كتير جدا من الأوطان زي ما حضراتكم متابعين في بلادنا العربية، وكمان كان في عبث بالفكر لدى المواطنين. أعتقد دلوقتي الصورة بدأت توضح، ودلوقتي في فضل كبير جدا للخطاب الديني الموجه سواء في مصر أو في المملكة أو حتى في العالم العربي كله، لأن المخطط تجاه تدمير وطننا العربي بدأت ملامحه بشكل كبير والناس بدأت تنتبه، ومن هنا كانت الصحوة اللي احنا طبعا بنأكد طول الوقت على أهميتها، ومحدش ينسى أبدا اللي كان حاصل معانا عشان بلدنا تكون في أمن وأمان إن شاء الله. هنطلع